حتفيا ينضم الينا الاستاذ اشرف ابو الهول مدير تحرير الاهرام. استاذ اشرف برحب بك يا فندم معنا. اذا نتحدث عن هذه الكارثه الانسانيه والماساه وهذه الظروف القاسيه التي يعيشها كل سكان قطاع غزه بسبب كل انتهاكات جيش الاحتلال الاسرائيلي ومعاناتهم من فقدانهم حتى كل مقومات الحياه الاساسيه، غياب الخدمات الاساسيه والانسانيه، غياب شركات الصرف الصحي والمياه والكهرباء، وحتى إغلاق كل المعابر. رأي حضرتك لما يحدث الآن من تطورات ومستجدات داخل قطاع غزة؟ أولا تحياتي لحضرتك وللسادة مشاهدي إكسترا نيوز. بالتأكيد ما يحدث هو أمر أكثر من مأساوي، أمر غير مفهوم غير مبرر. حماس في آخر جولات الحوار أو آخر المفاوضات أعلنت قبولها بالخطة الموضوعة لإنهاء الحرب. إسرائيل رفضت، والمحادثات كانت تتم بمشاركة أمريكية كاملة وبإعلام من الجانب الأمريكي للجانب الإسرائيلي، ومع ذلك لم نرى انتفاضة من الجانب الإسرائيلي ضد إسرائيل، لم نرى موقف حازم لأجبرها على وقف العدوان الذي يتم على غزة، بل إنه الأمور اتسعت. الحرب عادت وكأننا في الأيام الأولى، تشمل كل مكان في غزة. أعداد الضحايا ازدادت مرة أخرى بين المدنيين، أعداد هائلة. يعني حتى الآن التقديرات أنه من قتلهم الاحتلال في جباليا ربما المئات، وبالتالي شيء غير مفهوم. العالم الذي كان يتكلم عن ضرورة إنهاء الحرب، عن إدخال المساعدات، تراجع صوته كثيرا. المحاكم الدولية، محكمة العدل والجنايات الدولية تتلكأ بشكل غريب، وكأنهم يريدون أن تدمر غزة أولا يعني عن بكرة أبيها، ثم بعد ذلك يبدأ الحديث عن وقف إطلاق النار. أمر غير مفهوم، أمر مأساوي، أمر مخالف لكل الشرائع، ولكن هذا يحدث فعلا على أرض غزة. أستاذ أشرف، الحقيقة أنه يعني أصبح العالم كله يعي ما تقوم به إسرائيل والجانب الإسرائيلي من انتهاكات ومن جرائم الحقيقة يجرمها كل القوانين الدولية، القوانين الإنسانية، حتى معاهدات جنيف المختصة بمعاملة المدنيين، وبعد موقف العديد من الدول العربية على رأسها الدولة المصرية وموقفها الصارم والقوي والواضح منذ اللحظة الأولى، أن حتى السيد الرئيس في لقاءاته عدد من قادة ورؤساء دول العالم كشف هذا المخطط الإسرائيلي بأن الجانب الإسرائيلي يريد إنهاء عملية السلام مع الجانب المصري، وحتى مسألة التهجير القصري لكل سكان القطاع. كيف تقرأ تأثير مواقف بعض الدول العربية، وهل من الممكن أن يكون له تبعات إيجابية في المدى القريب؟ يعني بالتأكيد مواقف مصر، مواقف يشهد لها تاريخ. مصر قامت بالدور الأكبر في إيقاظ ضمير العالم، قامت بالدور الأكبر في الدفاع عن مصالح الشعب الفلسطيني، قامت بالدور الأكبر في منع التهجير. مصر تضغط من أجل إعادة فتح المعابر، مصر تضغط من أجل دخول كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية. أيضا الموقف العربي الذي تمثل في نتائج القمة الأخيرة، قمة المنامة، كل هذا يؤكد أن هناك حراك عربي وحراك مصري وتحرك مصري غير مسبوق. لكن للأسف في النهاية أين رد الفعل الأمريكي والغربي؟ الغرب الذي يتحدث ليل نهار عن أنه أصبح يتعاطف مع الشعب الفلسطيني، الغرب الذي أصبح يتحدث ليل نهار عن اتجاهه لاعتراف بالدولة الفلسطينية، ماذا فعل على الأرض؟ ماذا فعل؟ لم يحدث شيء. إسرائيل ما زالت مستمرة، كل يوم يمر تحدث فيه المزيد من الجرائم. العالم الآن يرى كل شيء ويفهم كل شيء ويتعاطف مع الضحية، ولكنه لا يتدخل لمنع ذبح الضحية أمام عينيه. يعني موقف غريب جدا، موقف لا أعرف هل اعتاد العالم على هذا المنظر وأصبح شيء طبيعي أم لا، لكن كل ما أعرفه هو أنه الأمر الواقع يقول أنه العالم أعطى ظهري فعلا لغزة. مصر هي الوحيدة التي تتعامل و تتحرك وتضغط في كل الاتجاهات، ولكن للأسف
مع الحماية الأمريكية ومع التغاضي الغربي الأمور تسير من سيء لأسوأ. لكن حتى تأكيدا على كلام حضرتك أستاذ أشرف، كلمت السيد الرئيس في قمة البحرين الماضية كانت واضحة وقوية وكانت استكمالا لكل هذا الموقف، سواء كان السياسي أو حتى الإنساني اللي قدمه السيد الرئيس والقيادة السياسية في الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية. خليني أكلم مع حضرتك عن دور الولايات المتحدة. حضرتك ذكرت هذه النقطة، الحقيقة أنه موقف الولايات المتحدة بعد كل الغارات حتى الأخيرة، الغارات الجوية الأخيرة اللي بتمارسها إسرائيل فوق رفح الفلسطيني، خلينا نتكلم عن هذه النقطة. الجانب الأمريكي ذكر وهدد الجانب الإسرائيلي كما يقول البعض بأنه لن يموله بالمزيد من المعدات العسكرية أو حتى أي مساعدات بعد هذه الغارات الجوية. مدى مصداقية هذا الأمر وما زالت إسرائيل الحقيقة مستمرة في هذه الانتهاكات، على ماذا تعول إسرائيل ولماذا هذا السبب الكبير في التعنت من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي؟ يعني أمريكا أعلنت أنها يعني ترفض قيام إسرائيل بعملية كبرى في غزة في رفح. تريد أولا أن تعرف ماذا ستفعل إسرائيل بحوالي 1,400,000 نازح موجودين في رفح. إسرائيل تجاهلت الموقف الأمريكي، إسرائيل بدأت العملية في رفح حسب تقديرات الأونروا أكثر من 800,000 من النازحين في رفح تركوها تحت القصف الإسرائيلي. أمريكا أعلنت أنها أوقفت تسليم يعني شحنة من الأسلحة لإسرائيل، فقال العالم أمريكا صدقت وأنها ستضغط. فوجئنا منذ أيام قليلة بأن إسرائيل ترسل شحنة أخرى وأنه الكونغرس الأمريكي يمرر مشروع قانون، يوافق على مشروع قانون بتخطي الرئيس بايدن في إرسال المساعدات لإسرائيل. ويعني أصبح القانون الذي صدر بالفعل أنه لا يجوز للرئيس الأمريكي إيقاف تسليم إسرائيل شحنات أسلحة يعني وافق عليها الكونجرس ومولها. وهذا أمر غريب جدا، أين هي الإدارة الأمريكية وأين الموقف الأمريكي؟ أمريكا كانت مشاركة كما قلت في مفاوضات القاهرة والدوحة وباريس وكل المفاوضات، وكانت مشاركة في وضع المبادرة التي يعني وافقت عليها حماس، ومع ذلك تراجعت عن الضغط على إسرائيل لكي يعني تنفذ هذه المبادرة. أمريكا الجديد الآن أنها تتحدث عن أنه لديها معلومات موثقة عن أماكن وجود السنوار وقادة المقاومة والأنفاق، وأنها الآن تطالب إسرائيل بأن تخفف يعني الهجوم على رفح في مقابل إعطاء هذه المعلومات. لماذا لم تعطي أمريكا هذه المعلومات لإسرائيل منذ البداية وهي تتعاون معها منذ اللحظة الأولى وهي تسلحها؟ ألا يعني هذا أن هناك رغبة في إطالة أمد الحرب وأن عملية القتل والتصفية السابقة كانت تتم بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية، نقضي أولا على غزة ثم بعد ذلك نقضي على قادة المقاومة وليس العكس؟ يعني لو كانت أمريكا قد تعاونت مع إسرائيل مثلا في الوصول إلى قادة المقاومة أو في الوصول إلى الرهائن الإسرائيليين لنفذت الحجة، لتوقف القتال، لأنه خلاص إسرائيل وصلت إلى قادة المقاومة وإسرائيل وصلت إلى رهائنها. لكن أمريكا تركت إسرائيل تدمر غزة وبعد ذلك تقول لها كفى لا تدمري ما تبقى فسأعطيك المعلومات. هذا أمر غريب جدا وأمر غير مفهوم، ويؤكد أنه منذ البداية هناك تعاون إسرائيلي أمريكي أكبر مما هو معلن لتدمير غزة. وده الحقيقة المخطط اللي كشفته الدولة المصرية منذ اللحظة الأولى لاندلاع هذه الحرب في 7 من أكتوبر الماضي. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ أشرف أبو الهول مدير تحرير الأهرام، شكرا جزيلا حضرتك يا فندم.